بيكم أعزائي مشاهدي قناة لوجوس في حلقة جديدة من برنامج اليوم الثامن، والنهاردة حلقتنا بعنوان اليوم الثامن والقيامة. أنا النهاردة بيشرفني جدا جدا وبيباركني وجود قدس أبونا الغالي القمص بيشوي عزيز كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس بالفالي. أهلا بيك يا قدس أبونا خريستوس أنستي. أليسوس أنستي، أهلا بيك يا ماجي، أهلا بكل المشاهدين في برنامجك الجميل اليوم الثامن. أهلا بيك يا قدس أبونا. وتسمونا كلمتنا قبل كده عن التأملات في اليوم الثامن والمفاهيم الروحية الخاصة باليوم الثامن، وبرضو تكلمتنا عن رموز رقم 8 في العهد القديم والجديد من الكتاب المقدس. النهاردة يا تسمونا وإحنا في أفراح القيامة وفي فترة الخمسين المقدسة، عايزين برضو نعرف من قدسك علاقة اليوم الثامن بالقيامة. الحقيقة الأرقام لها مدلولات أو هي رموز في الكتاب المقدس. معظم الأرقام، يعني رقم 1، رقم 3، رقم 7، رقم 8، رقم 10، رقم 12، يعني دي كلها ليها رموز. لكن بالنسبة لرقم 8 بالذات وعلاقته بالقيامة ده واضح جدا. ليه؟ أول حاجة لأن المسيح لما دخل أورشليم لغيت أحد أو فجر الأحد كان 8 أيام، فده اليوم الثامن هو يوم يرمز إلى القيامة، قيامة السيد المسيح. فالحقيقة احنا عارفين أن ربنا خلق العالم في 6 أيام، استراح في اليوم السابع. اليوم السابع اللي احنا فيه حاليا، لكن اليوم الثامن هو بداية لحياة جديدة، بداية لأسبوع جديد. يشير اليوم الثامن إلى المسيح القائم الأموات، يشير كمان إلى الأبدية. إحنا هنا في عالم زمني 7، الأبدية 8. حقيقة إحنا عايشين حاليا في اليوم السابع، لكن اليوم الثامن بالنسبة لي وبالنسبة لأي إنسان هو اليوم اللي بيبتدي فيه حياة جديدة مع المسيح، لا تنتهي بأن هو بيسيب الأرض لأنها حياة أبدية. عشان كده الحقيقة نبص نلقى أنه اليوم السابع حياة زمنية، اليوم الثامن حياة أبدية. فإحنا دلوقتي إن كنا عايشين في اليوم السابع ولكن بالروح، نحن نحيا اليوم الثامن بمفاهيم الروحية. نحن أمنا مع المسيح، وأمنا مع المسيح لحياة جديدة. وإحنا عارفين طبعا إن أول سر في الكنيسة الطفل الصغير بيقبله هو سر المعمودية، والمعمودية هي موت ودفن مع المسيح وأيضا قيامة لحياة جديدة. عشان كده كان الختان في اليوم الثامن، والختان بيشير إلى إيه؟ إلى المعمودية. عشان كده إحنا هنا اليوم الثامن معناه إن أنا فعلا قررت إن أنا أموت مع المسيح وأدفن مع المسيح وأقوم لحياة جديدة تبتدي هنا على الأرض، ولكن حياة ممتدة إلى الأبدية. نبص نلقى كمان أن في اليوم الثامن كان بيقدس الإبن الذكر للرب. دي موجودة في خروج 13:2، قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم أنه لي. وعشان كده العذراء قدمت السيد المسيح في الهيكل في اليوم الثامن. فإذا اليوم الثامن يوم الإنسان الجديد، الحياة الجديدة، هو يوم تكريس وتقديس للحياة كلها للمسيح. عشان كده المفروض لو أنا فعلا عايش اليوم الثامن أفكاري ما بتبقاش أفكار أرضية، كل اهتمامي بالأمور الزمنية، ولكن اهتمامي وأفكاري كلها فوق في السماء.
عشان كده يقول بولس الرسول في كولوسي 3:1: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا إيه؟ ما فوق، حيث المسيح جالس. فأنا قمت مع المسيح، ده اليوم الثامن. طيب أنا طلباتي إيه؟ أنا عايش اليوم الثامن، عايش القيامة، عايش الحياة الجديدة. أنا بطلب الحاجات الأرضية ولا الحاجات السماوية؟ إن كنتم قد قمتم مع المسيح، برهان القيامة إن أنا قمت مع المسيح، إن أنا طلباتي وكل تطلعاتي إلى ما هو فوق. لأن الأمور الوقتية دي أو التي ترى دي أمور وقتية، ولكن الأمور التي لا ترى فهي زمنية، فهي أبدية. الحقيقة اليوم الثامن هو بالنسبة لينا بقى، أنا عايز أعيش اليوم الثامن. اليوم السابع الحياة الزمنية إن ما كانش فيها المسيح القائم الأموات تبقى حياة مملة، حياة فيها حزن، فيها ألم، فيها ضيق. لكن لو أنا وأنا حتى في اليوم السابع عيني ارتفعت إلى المسيح القائم الأموات وقلت المسيح قام من الأموات وانتصر على الموت، وانتصر على الخوف من الموت، انتصر على الخطية من أجلنا. لأنه لما مات المسيح عنا على الصليب دفن خطايانا وقام عشان يعطينا بره. هي دي القيامة بمعناها الحقيقي اللي لازم أعيش اليوم الثامن أكأني قمت مع المسيح فعلا وتمتعت بكل بركات القيامة. فأنا بسأل نفسي النهاردة، أنا عايش في أنهي يوم؟ لسه في اليوم السابع؟ صحيح أنا بالجسد عايش في اليوم السابع، كلنا عايشين في اليوم السابع، لكن بالروح أنا عايش في أنهي يوم؟ هو ده السؤال اللي ممكن أسأله لنفسي وكل واحد يسأل نفسه. أنت عايش في اليوم السابع ولا أنت فعلا قمت مع المسيح؟ ما احنا بنقول في أوشية الإنجيل لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. يعني المسيح هو قيامتنا، فهو قام الأموات وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. ده اليوم الثامن. أوكي؟ جميل. طب خليني أقول سأبونا، سيد المسيح بعد القيامة ظهر في عدة ظهورات. الكتاب المقدس يعني قال إن هم 11 ظهور، كان منهم للمجدلية مرتين السيد المسيح ظهر لها. ظهر لها أول مرة في إنجيل متى، وسمح لها في أول مرة في ظهوره ليها بعد القيامة إن هي تلمسه. تاني مرة ظهر لها وتذكرت في إنجيل يوحنا اللي هو إنجيل العيد. في المرة دي ما سمح لهاش إن هي تلمسه، قال لها لا تلمسين. فليه في المرة التانية ما سمح لهاش إن هي تلمسه رغم إنه كان ظهر لها قبل كده وكانت بالفعل لمسته؟ شوفي، هو فعلا المسيح له كل المجد. مريم المجدلية شافته مع مريم الأخرى في أول لقاء، يقول كده في متى 28:9: وفيما هما منطلقتين لتخبر تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. ده في أول لقاء مريم المجدلية مسكت في قدمي السيد المسيح. طب ليه في المرة الثانية كما ذكر في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 20:16 لما المسيح قال لها يا مريم، قالها يسوع يا مريم، فالتفتت تلك وقالت له ربوني، الذي تفسيره يا معلم. لسه المسيح في نظرها هو معلم، مش هو الله اللي ظهر في الجسد، معلم والربوني. وكانت هذا اللقب ناس كتير قوي من اليهود أو الفريسيين في الوقت ده كان اسمهم ربوني، معلم. لكن المسيح بالرغم ان مريم عاينت مجد المسيح،
لأنه هنشوف بعد شوية إزاي إن هي لما المسيح أخرج منها 7 شياطين مش تبعته بس، لأدي كانت من الفريق اللي بيكرز مع التلاميذ، ولكن في نفس الوقت ما كانش قادرة تتعرف على من هو المسيح المخلص، ما كانتش عارفة إن هو الله اللي ظهر في الجسد. فقالت له: يا معلم يا معلم. فالمسيح قال لها: لا تلمسيني، انت لسه مش عارفاني، انت لسه بتقولي يا معلم، لاني لم اصعد بعد الى ابي، لان شوي، ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. عشان كده في اللقاء الاول امسكت بقدميه. طب انت يا مريم يا مجدلية عاينت قيامة السيد المسيح، وده حدث خطير لم يحدث في تاريخ البشرية، ومسكت المسيح وعرفت ان هو ده المسيح اللي قام الاموات والجروح موجودة على رجليه، لسه دلوقتي جاي علشان خاطر انك انت لما تشوفيه تقولي له يا معلم ربوني، انت لسه ما عرفتيش من هو المسيح. فالمسيح اراد ان هو يعرفها ما هو المسيح المخلص، من هو شخص المسيح الكلمة المتجسد. عشان كده قال لها: لا لا تلمسيني، لا تلمسيني. ليه بقى؟ عايز يؤكد ليها انه قام بحياة جديدة لا ترتبط بحضوره الزمني او الجسدي، وان هو قام الاموات مش زي ما هو اقام لعازر وعازر يعيش فترة ثم يموت تاني، لا ده قيامته قيامة مجيدة. عشان كده المسيح اللي قام الاموات لا يسود عليه الموت بعد، زي ما احنا عارفين انه قام الاموات وبعد 40 يوم صعد للسماء. يبقى إذن هنا بيقول لها: يا مريم انت لسه ما عرفتنيش، لكن بدم انت عينتي قيامتي الوقت ده بقى وقت الكرازة، اذهبي او روحوا قولوا للتلاميذ، قولوا للتلاميذ اذهبوا وقول ايه دي موجودة فين قال له: فخدم سد قدمي واستجز له، بعدين اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. ده وقت الكرازه، روحوا قولي لاخواتي التلاميذ، شو بقول لهم اخواتي التلاميذ، اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فهنا برضو عايز يقول لها ان انا مش هقعد على الارض، انا رايح السماء، المكان اللي انا جيت منه، فلازم تتعرفي عليا انا مين، لازم تخرجي من الحدود الزمنية والحضور الجسدي اللي انت شفتيني فيه. انا دلوقتي المسيح القائم من الاموات، اخليت ذاتي من مجد الالوهة، لكن دلوقتي بعد القيامة انا صحيح في جسد ممجد، لكن لاهوتي اصبح معلن للبشرية كلها لاني قمت بذاتي من الأموات. عشان كده كلمة لا تلمسيني هي أصلها كلمة يوناني جاية من الفعل هوبتو، هوبتو ولا تلمسيني اللي هو هوبتو ماي، معناها يعني في الأصل يوناني ليها ثلاث معاني، تعني المعانقة أو التعلق أو اللمس، بتيجي بالثلاث معاني دي. عشان كده لما قال لها يعني ده مش وقت انك انت تمسكي فيا، ده مش وقت انك تعانقيني، ده مش وقت انك انت تعلقي بيا، لا لا تلمسيني، انا دلوقتي عندي مهمة خطيرة جدا. ايه بقى؟ ان انا دلوقتي بعلن مجد لاهوتي، وان انا ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان اللي هو السماء. أنا هصعد للسماء، ما تفكريش في المسيح اللي عاش على الأرض 3 سنين وشوية ونص تقريبا في الخدمة،
أو في 33 سنة لو قلنا كل أيام حياة المسيح على الأرض. لكن أنا المسيح اللي أخلى نفسه من أجل خلاص البشرية. بس أنا دقاتي لازم أصعد للسماء. وهنا حكاية أن أنا أصعد للسماء في الحقيقة يعني هنقول تفسير أو تأمل بيقول كده أن المسيح كان لا زال يتعين عليه أن هو يدخل إلى قدس الأقداس لإكمال العمل الذي بدأه على الصليب كما كان يحدث في يوم الكفارة. ده موضوع عايز شرح. لكن بولس الرسول في العبرانيين قال ايه؟ قال ان هو المسيح لما دخل الاقداس السماويه ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، بذبيحه نفسه، يعني بقدم نفسه ذبيحه على الصليب. بعد كده قول دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا. فالمسيح ده تفسير او ده تامل أو ده ممكن نقول رأي من الآراء، إن لما قال لها إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، ده غير صعوده بعد 40 يوم. ده أحد الآراء. فإذا مريم المجدلية لا تلمسيني، المسيح ما كانش يعني رافض إنها تلمسه لأنها لمسته قبل كده وأمسكت بقدميه. وهنشوف بعد شوية أن توما اللي كان عنده شك قال له هات إيدك وحط مكان المسامير ومكان الحربة. ما كانش عنده، بالعكس ده هو لما قعد مع التلاميذ في القيامة جهز لهم سمك مشوي وكان معاهم عشان يثبت ناسوته لألا يعتقدوا أنه هو روح. واخد بالك؟ يعني المسيح في حياته على الأرض للصليب كان بيثبت لاهوته بالمعجزات، لكن بعد ما قام القيامة عايز يقول لهم إن هو نفس المسيح المتجسد، لكن ده جسد القيامة اللي احنا هناخده، لأنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة إيه؟ جسد مجده. عشان كده يعني الناس بتتحير قوي في ليه المسيح بيقول لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. طبعا احنا قلنا ليها معاني كتير قوي، أنه عايز يعرفها مش هو ربوني، مش هو المعلم، هو الرب الذي قام من الأموات بعدما أكمل ذبيحة الفداء على الصليب. وزي ما كان في يوم الكفارة إن هذه الذبيحة جت تنزل بالنار من السماء عشان تقبل الذبيحة، فالمسيح هو بقى بنفسه صعد للسماء عشان يعلن اكتمال الفداء ده حسب الرأي الأخير اللي قلناه. لكن زي ما قلنا برضو إن لا تلمسيني يعني ده فعل مضارع مستمر، يعني مش ده الوقت إنك أنت تقعدي ماسكة فيا، لا، أنت عليك حاجة تعمليها، انك تروحي للتلاميذ تكرزي للتلاميذ تقولي لهم انا شفت المسيح القائم الاموات. وهو المسيح كان برضو عنده حاجات تانية يعملها، انه قعد يظهر للتلاميذ لمدة 40 يوم لغاية لما صعد للسماء، فما فيش وقت بقى لنقعد مع بعض ونحكي وتمسكي فيا وتحاولي انك انت عايزة تقعدي معايا زي الاول، لا، ده دلوقتي اصبح وقت الكرازة، وقت المناداه بقيامة المسيح الرب الذي قام من الأموات بذاته بسلطان لاهوته. عشان كده ده الحتة المهمة بالنسبة لموضوع لا تلمسيني. مش عارف عندك أسئلة فيها ولا لا؟ سبونا قصة غطتها بالكامل جدا. طيب نشكر الله. إياك بس ما يكونش يعني إيه نسينا حاجة. لا لا قصتك بالكامل غطتها يا سبونا، أشكرك. طيب حاجة تانية سبونا، عايزين برضو ناخد تأمل كده، إزاي رب المجد يسوع المسيح بعد قيامته اتعامل مع ضعفنا البشري، واللي مثلا هناخده دلوقت اللي كان متمثل برضو في تلاميذه وأتباعه. وهنبتدي بأول مثال القديس العظيم بطرس الرسول. بطرس الرسول يعني كان طبعا ليه وضع واحترامه الكبير ما بين الرسل بين التلاميذ، لأن هو برضو أكبرهم سنا. يعني حتى لما راحوا للقبر كان هو ويوحنا الحبيب، عشان يوحنا أصغر سنا هو اللي كان أسرع ووصل للقبر الأول، لكن احتراما لسن بطرس مرضيش يوحنا يدخل علشان اللي يتقدمه يكون بطرس. بطرس عمل غلطة كبيرة قوي قوي لما أخطأ في حق ربنا وأنكره 3 مرات،
وهرب وجدف واختفى من المشهد قدام الناس، أو إن هو يعلن إن هو من أتباعه. والحقيقة الكتاب المقدس يعني وضح لنا ندم بطرس الشديد أوي الغلط ده، وقال فعلا إن هو بكى بكاء مرا. أنا بتخيل دلوقتي مشاعر قديس بطرس لما ابتدى دلوقتي خلاص كمان سمع بالقيامة، والمريمات تأكدوا أنه كمان ظهر، ابتدى برضو يسمع أخبار القيامة برضو ممكن من باقي التلاميذ. هنا ممكن يتخيل، طب أنا يا ربي هقابلك إزاي؟ هتظهر لي؟ هل هتقبلني تاني؟ طب هواجهك بأي وش؟ يعني أكيد كان جواه مخاوف كتير. هل هيقدر حتى يكرز بعد كده باسمه؟ أكيد كان جواه مخاوف كبيرة طبعا. جدا جدا yeah. وكان مستصعب وكان أكيد مش عارف هيظهر له ولا yeah. لا وكده. إزاي رب المجد يسوع المسيح اتعامل مع ضعف بطرس، واللي هو برضو ضعفنا إحنا كمان لما برضو بننكر أو بنضعف أو ممكن نكسر الوصية؟ ربنا بيتعامل إزاي وتسابونا مع ضعفنا البشري، وهنا بالأخص برضو مع بطرس الرسول؟ عشان نعرف قد إيه المسيح حنين، وبالرغم من ضعفنا وحتى إنكرنا، ده بطرس أنكر المسيح أمام جارية، ده أنكر المسيح وهو يعني في موقف صعب جدا. يعني ممكن الإنسان يتخلى عن إنسان مثلا لو حالته كويسة، لكن المسيح كان بيتصلب وأنكره 3 مرات، والمسيح حذره وقال له أنت هتنكرني قبل ما يصيح الديك 3 مرات. لكن بطرس من الخوف والجزع أنكر المسيح. طيب، المسيح له كل المجد، عارف ضعف البشرية، وعارف قد إيه إحنا بطبيعتنا البشرية ما نقدرش نحتمل اللي احتمله المسيح على الصليب. وقال لك هيعملوا فيا زي ما عملوا في المسيح. وشاف المسيح ازاي بيتضرب، وازاي المسيح بيتهان، وشاف طبعا كل اللي عملوه فيه حتى قبل الصلب، ما هو انكروا قبل الصلب. شاف يعني ازاي بيتحاكم بطريقه فيها كل الظلم. طب يا بطرس، بعدين خلي بالك برضو حتة مهمة دي بيقولوها تملي الناس القارئين للكتاب المقدس. بطرس قبل الروح القدس غير بطرس بعد الروح القدس. وده يورينا ان احنا اللي خدنا الروح القدس ملناش عذر ان احنا ننكر، ملناش عذر. لكن بطرس ما كانش، كان المعلم اللي هو اللي كان بيسنده في ضعفاته لما يقوله تعالى امشي على المية، وجاي يمشي وجاي يقع راح مسك ايده. ده هو دلوقتي مش موجود، ده هو دلوقتي بيتحاكم وقرروا ان هو لازم يموت، فعشان كده كان في حالة رعب. لكن المسيح بقى في حنانه، بقى في العجيب، يعني مش قال لمريم المجدلية وقال للمريم التاني اللي كانوا مع بعض، مريم الاخرى، قال لهم اذهبا قولا لتلاميذي ولبطرس، ذكروا بالاسم. خلي بالكوا ان بطرس توصلوا للرسالة دي. فعلشان كده هنا نوري ان المسيح حاسس بيه وبيفتقدنا بالاسم، وخصوصا لما بنكون غاليين على قلبه، وخصوصا لما نكون عندنا حماس بطرس الرسول، اللي في مرة لما المسيح قال للتلاميذ من تقول الجموع إني أنا، قالوا واحد بيقول عليك إيليا والتاني أرميا واحد من الأنبياء إلى آخره، بطرس قال له إيه؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي. إيه يا بطرس ده؟ عشان كده قال له أنت مش قلتها من نفسك، لا ده إعلان من الروح القدس. عشان كده إحنا مهم قوي هنعرف ان بطرس في الحالة اللي هو كان فيها دلوقتي كان صعب قوي ان هو الحقيقة يعني صعب عليه. بس انا عايز اقول كان في تلميذ ثاني اسمه يوحنا،
مشي مع المسيح لغايه الصليب. يوحنا كان ليه علاقات مع رؤساء الكهنه، كان من عيله كبيره ومعروفه، فقدر يدخل ودخل بطرس معاه الى اخره. لكن بالنسبه لصغر سنه، لكن ما لم يتخلى عن المسيح حتى عند الصليب، وقف مع العذراء مريم. فبطرس هنا كان عنده ضعف، بالرغم ان هو كان متحمس وشديد جدا، وكان تملي معروف ان هو التلميذ اللي عنده حماس وغيرة، لكن في نفس الوقت كان عنده ضعف. عشان كده المسيح قال له، قال عن روحه قولوا له بالذات، ولبطرس الكلام كان واضح جدا اهو، اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل، هناك ايه ترونه كما قال لكم. هنا بقى اللي بيخلي المسيح ان هو يعني ينسى كل تعدياتنا، انكرنا ليه، خطايانا، اي نوع من الخطأ مهما كان، بينسى المسيح ده كله. وبعدين لو شاف ان احنا بنندم ونتوب على الخطأ اللي احنا عملناه، وفعلا بطرس لانه تاب توبة حقيقية وبكى بكاء مرا. ده امتى؟ ده المسيح بس لما بصله كده بعد ما صاح الديك لثالث مرة، نظرة واحدة بس بطرس. عشان كده احنا بنقول ان اي انسان تائب عن الخطية المسيح هيغفر له ومش هيعاتبه على الخطية. ما عاتبش بطرس، شوف الجمال هنا، لم يعاتبني على الخطية، مش بيعاتب، لكن ده هو المسيح عنده استعداد ان كل وعد وعده لينا في اي وقت من ظروف حياتنا، هذا الوعد ثابت بالرغم من عدم امانتنا. ان كنا غير امناء فهو يظل امينا لا يقدر ان ينكر نفسه، وده اللي حصل مع بطرس. امنت مطلقه السيد المسيح، قال لبطرس انت هو ايه بطرس، وعلى هذه الصخره أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يبقى إذن بطرس هو الصخرة، أو إيمان بطرس هو الصخرة اللي هتتبني عليها كنيسة المسيح، ده إزاي يضيع؟ فعشان كده المسيح وعوده صادقة وأمينة. عشان كده أنا عايز أي إنسان أرى الكتاب المقدس وخد وعد من وعود المسيح، ها أنا معكم كل الأيام والانقضاء الدهر، بعدين تقول المسيح مش معايا، مش ممكن، وعوده صادقة وأمينة. يقول يوحنا برضو الإنجيلي وهذا هو الوعد الذي وعدنا به إيه؟ الحياة الأبدية. يبقى إذن أنا خدت وعد بالحياة الأبدية، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، مش أطلع من المناولة وبعد ساعة واتنين أقولها مش عارف رايح فين. ده أنت خدت جسد المسيح ودمه، والآية واضحة جدا في يوحنا 6:54، من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية. طب إزاي بتشك قبل ما تتناول؟ إزاي بتتناول وإنت من غير ما بتتوب؟ المسيح قبل توبة بطرس الرسول لأنه ندم وبكى بكاء مرا. أنت هل بتتوب قبل ما بتتناول؟ أنا عايز أسألك السؤال ده، هل أنت بتشوف المسيح وزي ما شافه بطرس نظرة واحدة من عينيه خلت بطرس يدوب من محبة؟ بقول له يعني النظرة دي فيها الكلام كتير قوي، يا بطرس أنا لسه بحبك، يا بطرس أنت أكرتني، بس يعني أنا حضمك تاني ليا، أنا مش ممكن إن أنا كنيستي اللي انت هتكون الصخرة بتاعتها، صخرة الإيمان اللي أعلنه اللي هو أنت والمسيح ابن الله الحي، مش ممكن أبدا أنك أنت يعني تكون متروك بعد القيامة، لا يمكن. في تلميذ المسيح استبدله يهوذا الإسخريوطي،
ده لأنه حتى لما ندم ما تابش، ده راح خنق نفسه، ما عندوش رجاء. لكن بطرس عنده أو كان عنده رجاء في أن المسيح زي ما غفر قدامه للمرأة الخاطئة هيغفر له، زي ما أخرج من المجدلية 7 شياطين وخلاها تبقى كارثة ليه، أكيد هيعمل معاه كده. عشان كده بطرس الرسول من أجل توبته الحقيقية، المسيح له المجد، مش بس غفر له خطيته لكن رد ليه مقامه ككارز بإنجيل المسيح وكراعي لخراف المسيح. ونرى الكلام ده في يوحنا 21 من 15-17. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ على فكرة المسيح عارف أنه بيحبه، لكن عايز يظهر للتلاميذ وللبشرية كلها أنه يعني إنكار بطرس مش معناه أنه هو ما كانش بيحب المسيح، لكن ده ضعف كان موجود فيه أقوى من محبته للمسيح. وللأسف إحنا ساعات بنقع في حاجات زي كده كتير، محبتنا للمسيح موجودة ولكن بيبقى فيه ضعف بيخلينا نحن يا إما نعمل حاجة غلط أو نكسر وصية أو ننكر المسيح أو إن إحنا يعني نتصرف غلط تجاه أحد الأحباء مثلا زي المسيح، زي بطرس ما عمل كده مع المسيح. فإحنا كلنا تحت الضعف مش كده؟ عشان كده فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع إيه؟ ارعى غنمي. 3 مرات يقول له ارعى خرافي، ارعى غنمي. يبقى إذن هنا في رجاء لكل إنسان مهما كان، حتى لو كان خادم أو في أي مرتبة كنسية، لو جاله حال الضعف بالرغم ان احنا واخدين الروح القدس، وايضا الراعي بياخد موهبة خاصة من الروح القدس بصفته الكهنوتية في سر الكهنوت. ولكن تصوري المسيح حتى الان لا زال انه يصفح عن ضعفات وزلات اي انسان مهما كان موقعه ومهما كان خطأه. وزي ما يقول باستمرار، هو ما بيعاتبناش لكن يعالج الضعفات اللي فينا، بيعالجها بطريقته الخاصة بكلامه الحلو. يعني يدي لك وعد، يدي لك كلمة في الإنجيل تخليك مطمئن. لما كنت أنا في العالم قبل ما الكهنوت، كان عندي بيزنس، البيزنس ده كان ربنا يبارك فيه بركة غير معقولة. كنت بعمل منتجات وبديها لوكيل، والوكيل ده كنت عامل معاه عقد وكان فيه شرط جزاء للعقد. الوكيل ده ما كانش يعني في توزيع المستحضرات بتاعتي ما كانش بيعمل اللازم يتعمل، فابتديت ان انا اوزع، وانا عارف ان شرط الجزاء كله كان ساعتها في الوقت ده، كانت الفلوس طبعا غير دلوقتي، 1000 جنيه. فقلت هديله 1000 جنيه. فوجئت ان هو رفع قضية علي وطلب 10,000 جنيه، مبلغ كبير قوي. فطبعا ابتديت يعني قضية وبتاع، فمسكت كده بفتح الانجيل لقيت اظن يشوع صح الاول عدد يمكن 10، ربنا بيقول يشوع: لا يقف انسان قدامك كل ايام حياتك. أكيد ربنا بيكلمني، ومن ساعتها الآية دي لسه موجودة محفورة جوايا لكل حياتي: لا يقف إنسان قدامك كل أيام حياتك. جميل. فهو ربنا يعني صدقيني إن هو يعني مش زي الناس، الناس يتصيدون الأخطاء، لكن المسيح للأسف لو قدمنا كأس ماء بارد باسمه
قال يحسب أجره لينا في السماء. إيه ده يا رب ده؟ فعشان كده الحقيقة المسيح ضم بطرس ليه وشفى جراحات بطرس، وكمان هيئه أنه يكون يعني رجل يوم الخمسين لما حل الروح القدس وقال الوعظة بتاعته الشهيرة، وفي يوم واحد 3000 نفس ربحهم بطرس للمسيح له كل المجد. أمين. قد إيه فعلا شفنا ربنا اللي هو يعني أنا أتوقع برضو بحالة بطرس دي هيكون في منتهى الفخر في وسط التلاميذ وفي وسط كل الأتباع بعد الضعف اللي عمله وبعد النكران اللي عمله، دلوقتي حاسس بكل الحب والرفعة وإنه رفعت الشأن من رب المجد يسوع المسيح. عالج فعلا ده بالكامل. طب هاجي برضو يؤتسبونا للمجدلية. نفس كلام المجدلية، وزي ما قدسك قلت ربنا شال من عليها السبع شياطين، وأكيد حالها كان غير قبل ما تعرف يسوع، قبل ما تعرف رب المجد يسوع المسيح. برضو أنا أتخيل برضو حالها لما تحس إن هي فقدته، هو ده اللي غير حالها، هو ده اللي خلاها إنسانة جديدة وواحدة تانية خالص، وطاقة الحب الكبيرة اللي عندها وجهها في المسار الصح. فبرضو يعني فترة اللي هو في موته وفي دفنه هي أكيد كان جواها مخاوف غير عادية. طب مين هيعوضني؟ مين هيعاملني المعاملة اللي كان هو بيعاملها لها، وزي ما كان بيعامل برضو باقي النساء والنساء اللي اتذكروا في الكتاب المقدس؟ سيد المسيح كان ليه معاملة خاصة لكل نفس بشرية، كان بيعرف يرفع كل حد ويعلي من شأنه جدا. برضو تكلمني يا أسابونا إزاي سيد المسيح رفع من شأن المجدلية وعوضها عن كل المخاوف اللي خفتها دي في وقت اللي هو لسه لم يعلن عن قيامته. أكيد المخاوف دي كانت كلها جواها، المخاوف دي كانت جواها وأكتر، لأنها حتى لما راحت القبر وبعد كده شافت واحد وظنته البستاني فبتقول له أين وضعته لكي آتي وأخذه. شوف جرأة امرأة عايزة تشيل واحد ميت. إيه الجرأة دي؟ ده الناس دلوقتي يعني يدوبوا كده يبصوا لوش واحد ميت وخلاص. ده جرأتها، لأنها مش خايفة من اليهود كمان يقصبون، يعني التلاميذ كلهم كانوا خايفين من اليهود وقاعدين في العلية قافلين على نفسهم ودي بقى جرأة التوبة، جرأة الحياة الجديدة مع المسيح، توبة هذه المرأة المجدلية. لأن ما تقول أخرج منها سبع شياطين، ده شيطان الزنا وشيطان السرقة وشيطان ما عارفش سبع شياطين كانوا إيه، لكن كانت غرقانة في الخطية. وإحنا عارفين أن الخطية خاطئة جدا. إزاي يعني؟ يعني بتخلي الإنسان يعني بالرغم من مظهره الخادع الخارجي، لكن جوه مليان حزن، مليان كآبة، مليان قلق، مليان موت. دي كانت حالة مرأة. لكن لما المسيح شفاها والمسيح اداها الحياة الجديدة وأصبحت بس مش بس هي مريم المجدلية اللي أخرج منها سبع شياطين، لا ده هو ضمها إلى مجموعة الكرازة اللي كانت بتكرز باسمه مع التلاميذ. نقرأ الكلام ده موجود قدامنا، يقول كده في مرقس 16:9: وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا، خلي بالك أولا أولا لمريم المجدلية، يبقى أول ظهور لي كان لمريم المجدلية خاص. التي كان أخرج منها سبعة شياطين، واضح خالص. الحاجة التانية إنها إن, إن, إن مريم المجدلية دي لأنها ما كانتش إنسانة عادية، احنا كلمنا زي إن بطرس المسيح تعامل معاه إزاي. أيضا مريم المجدلية كان في بعض النسوة كانوا بيتبعوا المسيح وكانوا بيخدموا من أموالهن، وكان فيهم ناس كانوا بيساعدوا في العمل الكرازي، وده موجود بوضوح في لوقا 8:1-2: وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله.
ومعه الاثنى عشر. المسيح بيكرز بالملكوت ومعه ال 12 تلميذ. وايه تاني؟ وبعض النساء كنا قد شفينا من ارواح شريره وامراض. مريم التي تدعى المجدليه التي خرج منها سبعه شياطين. فهي كانت من ضمن مجموعه الكرازه بتكرز بالمسيح. فكرنا بالمرأة السامرية اللي سابت جارتها وراحت قالت تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت على الأقل هذا هو المسيح. تكرس. وأنا عايز أقول حاجة مهمة قوي، لا يمكن إنسان خاطي تاب توبة حقيقية ونال الحياة الجديدة في المسيح إلا ويكرس بالمسيح. ودي يمكن بيوضحها كويس قوي سفر أشعياء النبي الإصحاح السادس، لما شاف السيد المسيح على كرسي عالي وأزياله تملأ كل الهيكل، فصرخ وقال إيه؟ ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن في وسط شعب نجس الشفتين. ولك فطار سرافيم وخد بملقاط كده جمرة من على المسبح ومس بها شفتين. قال له خلاص انت اتمس شفتيك، انت اتطهرت، انت غفرت خطيتك. وبعدين صوت الرب بقى قال له ايه؟ من يذهب ومن ارسل لاجلنا؟ فقال ها انا ذا ايه؟ ارسلني. خلاص اعترف بخطيته واتطهر من خطيته، فأصبح أشعياء النبي دلوقتي يقدر. ده اللي بيحصل مع أي إنسان على فكرة. ولو أي إنسان تاب توبة حقيقية وخد المسيح ونال الحياة الجديدة أو الولادة الجديدة وعاش المعمودية بكل معناها الروحي والطقسي، إنها دفن مع المسيح، موت ودفن وقيامة مع المسيح، ما يقدرش يسكت، لازم يكرس. لو ما كرس يبقى ما حصلوش حاجة، ما خدش. يعني عشان كده مهم قوي الحتة دي. يعني فعلا هذه المرأة، المرأة المجدلية دي، لأن المسيح شفاها، كان بيتمنى أن أي إنسان يشفى من الأرواح النجسة ومن كل شيء. طب أنت يا رب القيامة، أنت اللي قومت العظم الأموات، أنت دلوقتي مت، إزاي أنك مت؟ طب ده أنا مستعد كمان أن أنا أشيله أحمل جسده. ايه ده؟ ان كنت اخذته، طب انت يا ماريا مجدليه كانت تشوفي مشاعرها هتوديه فين؟ فعشان كده يعني حاجه مهمه قوي، لما شاف المسيح مشاعر المراه السامريه بهذه الطريقه، اول ظهوره كان لهذه المراه. وخلي بالك مهم قوي ان السيد المسيح لما يظهر لمراه المجدليه دي فيها معنى برضو عايز أقول يمكن تفسيري أو طقسي مهم. لأن زي ما الخليقة كلها سقطت بغواية الحية لما حواء سمعت لكلام الحية وأكلت من الشجرة، هكذا أعلنت القيامة أو الحياة الجديدة بواسطة امرأة وهي مريم المجدلية. دي مريم المجدلية دي في السماء هنشوفها هتبقى عاملة ايه. وده بيدينا رجاء عجيب لكل انسان خاطي مهما كانت خطيته، ده ممكن يبقى كارز عظيم ويبقى ليه شأن كبير في ملكوت السماوات هنا وهناك. عشان كده احنا برضو لما بنبص على مريم المجدلية دي يعني بنتأمل في حياتها قبل المسيح وحياتها بعد المسيح. حياتها قبل المسيح لأنها كانت عايشة في الخطية، أكيد بقى كان عندها فلوس وذهب والناس اللي بيقولها يعني، ولكن كانت تفقد السلام، ما عندهاش لا راحة ولا اطمئنان ولا رجاء ولا أي شيء خالص. إنسانة ضيعة ومش عارفة بكرة ممكن يحصل لها إيه، وكل الناس اللي بيقولها بينتفعوا منها. لكن بعد المسيح، حياة الجديدة في المسيح،
صارت إنسانة ليست تائبة فقط، ولكن ابتدت إنها تحب المسيح لدرجة إنها مستعدة إنها تخاطر بحياتها من أجل المسيح، وتروح للقبر وفي حراسة حوالين القبر علشان خاطر إن محدش يجي ناحية القبر. لكن المسيح قام الأموات، والحجر كان دحرج، والمسيح قام قبل ما الحجر على فكرة يدحرج، لكن الحجر يعني اتشال علشان خاطر يعلن قيامة السيد المسيح. المسيح زي ما قلنا قام بجسد ممجد، وحتى هو في الأرض كان ممكن يعمل كده حتى قبل القيامة. جسد المسيح جسد إلهي، اتحاد اللاهوت باللاهوت أعطى للناسوت أيضا الصفة الإلهية، جسده جسد غير عادي. والجسد الممجد أصبح أيضا هو جسد القيامة اللي احنا هنتمتع به لما المسيح يجي يتغير جسدنا ده في لحظة، وناخد الجسد الممجد لو كنا عايشين على الأرض، وإيه نخطف مع المسيح إيه في السماء. عشان كده مريم المجدلية هي باكورة التائبين الذين وصلوا إلى درجة من الخطية زي موسى الأسود، إلى أن هم كانت الناس يعني حتى ما تحبش تقول اسمها، يعني كان بيقول اسمها ده يبقى عيب في واحدة عايشة في الخطية وسبع شياطين دي عاملة إيه. لكن عايز أقول أنه موسى الأسود دلوقتي قديس عظيم، ولازال بيعمل معجزات عظيمة جدا جدا. ليه؟ لأن توبته كانت توبة حقيقية. احنا ساعات بنتوب بس نخلي حاجة كده مش عايزين نتوب عنها، دي المشكلة بتاعت الإنسان، يتوب عن كل حاجة لكن لا، أنا الموضوع ده ما أقدرش أن أستغنى عنه، أنا الشخص ده مع أن الشخص ده ممكن هو سبب عصرة، الحاجة دي ما أقدرش أستغنى عنها. فنبص نلاقي التوبة غير كاملة، لكن التوبة الكاملة الحقيقية تنقل الإنسان من خاطي إلى كارز. إيه يا رب اللي بتعمله ده؟ ده عمله العجيب في البشرية كلها لكل من يؤمن ولكل من يتوب. يا أبي طيب كمان هاجي أتسابونا للقديس العظيم برضو توما الرسول. توما بيمثلنا كلنا في ضعفنا البشري. يعني إحنا كمان عندنا وعود ربنا كتير في الكتاب المقدس، ونيجي ساعة وقت الضعف أو التجربة ما نتناسى بقى الوعود بتاعت ربنا. أعتقد إحنا لو فاكرينها في كل وقت حتى في أصعب وقت هنعيش على طول مسلمين ومتكلين على ربنا تماما، وأنه هو ضابط الكل ومش هقلق ولا أحزن ولا أخاف في أي وقت من وقت التجربة. إحنا بالضبط بنعمل زي توما. توما الغريب كل التلاميذ أعلنوا قيامة السيد المسيح وظهر لهم، وهم أكدوا لتوما الكلام ده، لكن الغريب يجي توما برضو ويقول لا أنا مش هصدق غير لما أشوفه بنفسي وبإيدي ألمس أثار المسامير والحربة. إزاي برضو توما يعني يقول كده رغم الإعلان الكبير؟ منقدرش إن إحنا نلوم توما إنه شك، لأن الشك ده موجود على مستوى البشرية كلها. صحيح. يعني قبر المسيح الفارغ موجود، شهود القيامة موجودين، التاريخ بيقول إن المسيح قام من الأموات، كفن تورينو بيشهد على قيامة المسيح. صحيح. النور اللي بيطلع من القبر بيشهد على قيامة المسيح، ولكن للأسف برضو كثير شكك. يا صح. أنا عايز أقول لك ده حتى اللي هم مسكين القبر الحراس صحيح ما يؤمنوا، يعني ما عارفش يؤمنوا بالقيامة ولا لا. الناس غير مسيحيين، لو كانوا بيؤمنوا بالقيامة كانوا بقوا مسيحيين، لكن إيه اللي بيحصل في العالم ده؟ عشان كده أنا ما أقدرش ألوم توما، لأن كاتل أو القيامة حدث تاريخي زي ما قلت من شوية ليس له مثيل. قام المسيح بذاته بسلطانه بسلطان لاهوته. وعلى فكرة المسيح كان قال للتلاميذ الكلام ده في يوحنا 10:17، يقول لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. يعني حتى موته على الصليب ده كان هو وضع نفسه من أجلنا
زي ما قال بولس الرسول: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون مساويا له، لكنه وضع نفسه أو أخلى نفسه، أخلى نفسه من مجد الإلوهة، آخذا صورة عبد. وهنا يقول لك إيه؟ بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. عشان كده المسيح كان قايل للتلاميذ إن هو حيقوم الأموات، بس هم ما فهموش الكلام ده، كان صعب عليهم. يعني حتى لما قال لهم الإنسان يعني إن هو لازم يصلب ولازم حيقوم الأموات في اليوم الثالث، ما كانوش فاهمين يعني إيه هيقوم. يعني كان صعب عليهم لحاجة ما حصلتش قبل كده، لا موجودة لا في التوراة بتاعتهم ولا موجودة في أي حاجة ولا في التاريخ ولا في أي حاجة. عشان كده كان التلاميذ أمنوا، لأن هم المسيح لما جه في العشية يوم الحد وشافوه وقال لهم تعالوا يعني مش جسوني أنا، عشان هو عايز يثبت جاسوته، يعني إن هو ما هوش خيال، ما هو كان عايش معاهم في جسد حقيقي، ولما قام الأموات ده جسد ممجد. عشان كده فقال لهم يعني قال لتوما: هات أصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ده في يوحنا 20:27. عشان كده في اليوم الثامن، احنا نتكلم على اليوم الثامن، المسيح ظهر لتوما علشان ان هو ما يخليش عنده اي رائحة من الشك. كان ممكن قوي توما لما يحل الروح القدس، والروح القدس على فكرة زي ما قال المسيح: يأخذ مما لي يخبركم. هو بيعلن لينا عن كل أمجاد المسيح، وياخد من المسيح أو من صفات المسيح أو من كمالات المسيح ويدينا. لكن وكان ممكن توما يؤمن بعد كده، لكن هو ما استناش عليه. ده هو يدوبك اليوم الثامن جه علشان يظهر لتلاميذ تاني مرة ومعهم توما، قال له وخلى ان احنا يعني البركة اللي احنا خدناها من شك توما: طوبى للذين ايه؟ امنوا ولم يروا، لانك رأيت يا توما امنت، طوبى للذين امنوا ولم يروا. بس احنا بنشوفه بالايمان، رؤية الايمان انا عندي بتبقى ساعات اقوى من رؤية العيان. انا اعرف ناس شافوا المسيح بالعيان لكن حياتهم ما تغيرتش، لكن احنا بنشوفه بالايمان، ولكن عشان عندنا يعني حاجه جوانا بتقول لنا ان المسيح قام وانا قمت معاه، فانا عايش القيامه اصلي. مش القيامه حدث تاريخي بس، ده حدث بيحصل في كل حياه انسان بيؤمن ويتوب توبه حقيقيه. عشان كده دي القيامة اليوم الثامن مهم. فدلوقتي الحقيقة يعني المسيح بيعالج ضعفاتنا كلنا، وما بيعاتبناش على شكوكنا، بيعطينا براهين نعمته ومحبته وخلاصه عشان يثبت إيماننا ونكون شهود ليه. أمين يا أستاذ. طب نيجي بقى لباقي التلاميذ يا أستاذ أبونا. التلاميذ كلهم كانوا يعني برضو صعب عليهم إنه رب المجد يسوع المسيح لما يلاقوه مصلوب، الإله اللي كان قبل كده شايفينه بيقوم موتى وبيعمل معجزات وبيخلق عينين، شافوا كل ده على إيده، وبعد كده يلاقوه في على الصليب في موقف صعب برضو، ده كان عليهم لسه برضو في البداية صعب جدا جدا. كمان بعد كده يعني مع الإشاعات برضو اللي طلعت في البلد إنه ممكن التلاميذ يسرقوا الجسد، وإنهم كمان كانوا خايفين عموما من اليهود ومختبئين، كانوا فترة حزن وخوف ورعب، يعني كانت مشاعر كتيرة جدا جدا. نلاقي السيد المسيح برضو عالج ده وحول حزنهم لفرح. إزاي أتسبب؟ هي دي القيامة. القيامة هي الحياة الجديدة، والحياة الجديدة مليانة بالبر والسلام والفرح. المسيح قال للتلاميذ كده في يوحنا 16:22: فأنتم كذلك عندكم الآن حزن،
حزني، لأن قال لهم أن ابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي الكهنة والفريسيين ويصلب، فعشان كده كان عندهم حزن. ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. أراكم أيضا بيتكلم هنا عن قيامته، لما هقوم الأموات وهشوفكم هتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. عشان كده الحزن كان ملأ قلب التلاميذ لأنهم انزعجوا من حتمية صلبه. قال لهم لابد أن يصلب ابن الإنسان، الصلب ده ما فيش. حتى لما بطرس وقال له حشاك يا رب، قال له ابعد عني يا شيطان. فإذا حتمية صلبه خلت التلاميذ في حالة حزن، بس المسيح قال له ما تخافوش، ده الحزن ده هتحول إلى فرح. هو ده اللي بيعمله معنا المسيح. احنا ساعات بيبقى عندنا أوقات حزن بسبب ايه؟ غياب المسيح. المسيح لو غاب عن الصورة فالمشكلة بتبقى صعبة والإنسان بيتصرف تصرفات غلط. غياب المسيح، لكن حضور المسيح أراكم فتفرح قلوبكم. عشان كده المسيح هنا قال كلمة عجيبة، مش قال ترونني، هو قالها مرة تانية. ففرح التلاميذ إزرقوا الرب، لكن أقول لك أراكم. طب أراكم إزاي؟ إزاي المسيح يشوفني؟ لما أكون في محضر المسيح، لما أكون فكري في المسيح. أراكم فتفرح قلوبكم. فأنا عايز المسيح يشوفني وأنا في ضيقي وأنا في حزني، علي أن أدخل المخدع عشان المسيح يشوف أن أنا محتاج ليه. عايزه يشوفني في حالتي اللي أنا فيها دي فيحول حزني إلى إيه؟ فرح. إلى فرح. عشان كده يقول في يوحنا 20:20 ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إزرقوا الرب. هو كان وعدهم إن هم حزنهم ده وقت قليل وهيفرحوا، وفرحوا فعلا. فأنا يا إما أخلي المسيح يشوفني، يا إما أنا أشوف المسيح فرح إزرقوا الرب. وبرضه هشوفه فين؟ في المخدع، هشوفه في الكنيسة، هشوفه في القداس، هشوفه في الإنجيل إلى آخره. ده الفرح. طيب احنا كمان يا قدس ابونا لو هناخدها برضو نصيحة روحية من قدسك في نهاية حلقتنا، احنا كمان يا قدس ابونا ازاي نقتني الفرح الحقيقي؟ وهنا بأكد فرح حقيقي، لان مش فرح العالم، مش فرح السعادة اللي هي مؤقتة والضحك، عايزين نحس بالفرح الحقيقي في كل وقت، حتى يبان اكتر في وقت الضيق والقلق والحزن. ازاي نعيش حالة الفرح الحقيقي وربنا يدينا الفرح الحقيقي في حياتنا؟ اول حاجة ان يكون ايماننا ايمان حقيقي بالمسيح. الايمان الشكلي لا يولد فرح. الايمان اللي فيه تسليم واللي فيه الانسان بيفتح قلبه للمسيح، الإيمان اللي بيغير حياتي اللي بيجدد حياتي، ده يديني فرح. أنا جايب الكلام ده من عندي، ده موجود في بطرس الأولى 1:8 الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. كلام واضح، تؤمنون به فرح. إذن الإيمان بالمسيح مصدر فرح حقيقي، وأيضا القيامة مصدر فرح حقيقي. ليه؟ لأن القيامة هي نصر على الموت. طب أنا عايز أقول حاجة، تصور بقى واحد بيموت وعيلته حوالي كلها، وبعدين بص راح وقف، هيفرحوا ولا مش هيفرحوا؟ طبعا هيفرحوا. القيامة فرح، إن كان قيامة من موت جسدي كلام فرح، إنما القيامة من موت روحي مصدر فرح. خلي بالك انه القيامة لها مفاعيل مهمة قوي. يقول بولس الرسول اظن في روميا يمكن 7 أو 6 اخر عدد، الذي اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. فالمسيح بيدينا بره من خلال قيامته المقدسة، لانه هو اظهر بقيامته انه هو بار، وان كل الاتهامات اللي وجهت ضده كانت كلها اتلفقت مزورة غير حقيقية. فهو بار ويبرر كل من يؤمن به. فقيامة المسيح تحمل بره، تحمل الفرح، تحمل أيضا السلام
أول حاجة قالها التلاميذ لما دخل العلية وقال لهم سلامي أترك لك أو سلام وسلام أنا أعطيكم ليس كما يعني أداه سلامه الخاص. هو ده السلام اللي احنا بندور عليه اللي قال عنه بولس الرسول سلام الله الذي إيه يا فوق. عشان كده فعلا القيامة فرح. يبقى الإيمان بنفرح، القيامة فرح، وأيضا الروح القدس. لما نقتني الروح القدس، لما نمتلئ بالروح القدس، أحد ثمار الروح زي مكتوب في غلاطية 5:22 أما ثمر الروح هو إيه؟ محبة، فرح، سلام، طول، أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفوف. فإذن الفرح أحد ثمار الروح القدس، وكان التلاميذ يمتلئون من الفرح ومن الروح القدس. اتكررت كم مرة في سفر الأعمال، كل من يمتلئ من الروح القدس يمتلئ من الفرح. يبقى عايزين احنا عايزين نعيش في فرح، يبقى الإيمان، وإيه تاني؟ قيامة، نعيش القيامة، وإيه تاني؟ الروح القدس. الروح القدس، أحسن روح ربنا يكون فينا فعلا ويدينا من ثماره. بشكرك كتير يا أستاذ أبونا، أنا حقيقي أخذت بركة كبيرة جدا جدا، وشكرا يا أبونا، ودايما تكون معنا وتباركنا وتنورنا دايما يا أستاذ أبونا. أشكرك. أشكركم أعزائي مشاهدي قناة لوجوس، وانتظرونا في حلقات قادمة من برنامج اليوم الثامن.